حياكم الله متابعينا في برنامج كروسفيت على قناة كويت سبورت. تمريننا اليوم راح يكون تمرين كارديو طويل. التمرين راح يكون عبارة عن ثلاث جولات. ثلاث جولات راح نحتاج كيتل بل مع البوكس. إذا ما عندي بوكس راح استعمل أي ارتفاع موجود عندي، سواء وزن أو عندي، إذا عندي ما عندي بوكس عالي راح أنزل بوكس، أو إذا تبي ترفع البوكس بأي طريقة تقدر تستعمل فيها البوكس. التمرين راح نسوي ثلاث جولات. الثلاث جولات راح نسوي 100 كيتل بل سوينج، بعدها راح نسوي 80 سكوات جوبلت سكوات مع الكيتل بل، بعدها راح اسوي 60 راشن تويست مع الكيتل بل، بعدها راح اسوي 40 بوكس جمب اوفر، بعدها راح اسوي 20 بيربيز. هذه جوله راح اعيد ثلاث جولات، فتمريننا اليوم راح يكون كارديو طويل. في البداية عشان أبلش التمرين لازم أول شيء المهم عندي جداً أني أنا أسوي تمارين التسخين. تمارين التسخين راح أسوي 5 إلى 6 دقائق من أي جهاز عندي موجود في النادي، سواء جهاز القاري أو جهاز الرور أو جهاز الركض. بعد ما أخلص جهاز القاري أو جهاز الركض راح أسوي بس مرة واحدة، هي 5 دقائق إلى 10 دقائق من 5 دقائق إلى 6 دقائق. إذا أنا عندي جهاز الركض شنو أقدر أسوي؟ أقدر أسوي 3 دقائق مشي، دقيقتين ركض، 3 دقائق مشي، دقيقتين ركض. كذي حميت جسمي ورفع دقات قلبي، وبعدها راح ابلش راح اسوي 3 جولات عندي حق البارت اللي هو البارت الثاني اللي هو التسخين. التسخين راح اسوي 10 اير سكوات صدري لفوق، ايدي سيده، ريلي على مستوى اكتافي، راح انزل تحت سكوات كامل، حوضي ينزل لي تحت ركبي، وراح اصعد لفوق 10 مرات. بعد ما خلص 10 راح احط ايدي على صدري، راح ادز حوضي لورا، انزل صدري لفوق، وانا صاعد راح اسوي تويست يمين، انزل تويست يسار، راح اسوي 5 عدات من كل سايد. خلصت بعدها راح اسوي لانجز، راح اروح لقدام كبي 90، كبي اللي ورا 90، راح اوش الارض، اوقف سيده 5 يمين 5 يسار. بعد ما اخلص راح انزل على الارض، راح اسوي 5 شولدر تاب، وضعيه البوش اب، ايدي سيده، تاب يسار، تاب يمين، تاب يسار، تاب يمين. راح اسوي 10 مرات، 5 يمين 5 يسار. خلصت راح ارجع على ظهري، راح اسكر ريلي ويا بعض، راح احوش الارض وانا نازل، اصعد احوش الارض وانا صاعد، وانا نازل وانا صاعد تمرين حق المعده، واللي هي تمرين البتر فلاي معده. اذا ما ابي اسوي تمرين هذا او ما اعرف اسوي طريقته، راح اسوي اي تمرين من تمارين المعده، سواء اسوي في اب سنجل ليج، سواء اسوي في اب عادي، سواء اسوي راشن تويست. راح اسوي 5 عدات كل سايد، او اسوي 10 عدات اذا بسوي مثلا الفي اب العاديه، او اذا بسوي كرانشز راح اسوي 10 عدات. راح اسوي 3 جولات. الورم اب اليوم طويل. ليش الورم اب مالنا طويل؟ لان تمريننا راح يكون كارديو طويل، فانا محتاج اني انا اسخن جسمي عدل، ادش التمرين ما ابي احس بخنقه، ما ابي احس عضلاتي مضغوطه مع بعض، ما ابي احس ان انا مو جاهز حق التمرين. تمرين راح يكون طويل، التمرين راح يكون طويل، فانا ابي اسخن عدل، ابي ادش التمرين دقات قلبي مرتفعه، جسمي كله حار، لما اسوي الحركه ما احس ان انا جسمي تعبان. وبنفس الطريقه وانا اسخن ما ابي اسخن وانا قاعد اسوي الحركات سريعه، وقاعد اسوي الحركات بس ابي اخلص من التسخين. لا، التسخين مهم، مهم جدا حقنا عشان انا اسخن جسمي وارفع دقات قلبي، ادش التمرين دقات قلبي تكون متوازنه، فانا وانا داش التمرين راح اسوي الحركات وانا اكون مرتاح. تمريننا اليوم راح نسوي 3 جولات. 3 جولات راح اسوي 100 80 60 40 20. ال 100 راح تكون كيتل بل سوينج، كيتل بل عند حوضي، راح ارفع الكيتل بل لفوق راسي، كيتل بل تكون سيده، كوعي لفوق، وارجع مره ثانيه 100 عده. خلصت من ال 100 راح امسك الكيتل بل على صدري، لازم الكيتل بل تكون حايشه صدري، وانزل فيها واصعد سكوات، راح اسوي 80 طقه. اذا حركه الجوبلت سكوات وياك صعبه، الكيتل بل كانت ثقيله، او ما اقدر اسوي العدد العالي اللي هو 80 طقه مع الجوبلت، راح اخلي الكيتل بل على الارض، راح اسوي اير سكوات عادي بدون الكيتل بل. خلصت بعدها راح اسوي 60 راشن تويست، عندي الكيتل بل راح اسوي تويست يمين يسار يمين يسار، 30 عدة من كل سايد، ارفع ريلي لفوق واسوي تويست. لازم الكيتل بل تحوش كل سايد. اذا الكيتل بل عندي ثقيله، اي اوبجكت ثاني موجود عندك، سواء عندك كره، مديسن بول، سواء عندك كيتل بل اخف،
اسوي فيها الكيتلبل. تبي ترفع الوزن اقدر استعمل وزن ثاني، او اقدر استعمل حتى البليت اللي هو مالت رفع الاثقال او الاوزان العاديه، اسوي فيها راشن تويست 60 طقه. خلص بعدها راح اسوي بوكس جمب اوفر، راح اسوي 40 عده، راح انقز على البوكس اروح صوب ثاني، انقز على البوكس ارجع الصوب الثاني، راح اسوي 40 عده. بعد ما اخلص راح اسوي 20 بيربي، انزل بيربي على الارض اصعد جمب مع صفقه لفوق، راح اسوي 20 عده. من خلال هذه الثلاث او التو اوبجكتس اللي عندي راح استعمل او راح اسوي الثلاث حركات اللي موجوده عندي اللي انا راح استعملها الحين. فراح اشرح معاكم التمرين، راح نركز على كل تمرين، وكل تمرين راح نعطيها شويه تبس تساعدني اني انا اسوي الحركه تكون الحركه سهله علي. الكيتلبل اذا كانت ثقيله مع هذه التبس ممكن تساعدك ان تكون الحركه سهله وتسهل عليك الوزن، تخلي الوزن اخف عليك. فراح نشوف ويا بعض الحركه الاولى اللي هي كيتلبل سوينج. الحركة الأولى حركة الكيتلبل سوينج. عندي الكيتلبل راح امسك الكيتلبل عند حوضي، ارجع بحوضي لورا وادز الكيتلبل، ارفع ايدي لفوق واخلي الكيتلبل لفوق كوعي سيده. مهم اني انا استعمل حوضي وانا راجع والكيتلبل وهي رادة، ارجع بحوضي وادز الكيتلبل بحوضي، راح تسهل لك عملية دزة الكيتلبل مع الوزن. اذا انا واقف سيده واسوي كذي طبيعي الوزن راح يكون ثقيل، بس اذا انا ارجع وادز الكيتلبل راح الحركة نفسها تصير سهلة، وحركة الكيتلبل وهي رادة وهي صاعدة راح تكون وايد أسهل. راح نشوف الطريقة ويا بعض. بعد ما خلصت 100 طقة راح أشيل الكيتلبل على صدر بأي طريقة أبي، سواء انا اخلي الكره مالت الكيتلبل فوق او اخلي الكره اللي تحت، امسكها بير هاج، امسكها بالطريقه هذه، امسكها، اهم شيء تكون الكيتلبل على صدري، ما تكون بعيده عشان ما اتعب باي واكتافي، وما اخلي الكيتلبل هني الكيتلبل راح يضايقني وانا نازل سكوات، فابي اخليها على صدري، صدري لفوق، بطري على مستوى اكتافي، انزل سكوات كامل، حوضي ينزل لي تحت ركبي واصعد لفوق. اذا ما اقدر اسويها راح اسوي اير سكوات، او اذا الكيتلبل ثقيله راح اسوي سكوات عادي بدون اي كيتلبل. راح نشوف الطريقه الاولى والطريقه الثانيه. هذه الطريقه الاولى، الطريقه الثانيه راح تكون بعد ما اخلص من السكوات راح انزل على الارض وراح اسوي 60 عده كرانشز، او راح اسوي تويست، راح اسوي 60 عده 30 كل سايد. راح امسك الكيتلبل، عندك الكيتلبل نفسها وزن اثقل وزن اخف، تبي تمسك دامبل، تبي تمسك بليته، تبي تمسك كره، اي وزن عندك عشان اشغل معدتي. حركه التويست انا بشغل الجذع كامل مو بس معدتي، ابي اشغل وابي اسوي تويست، ابي اشغل خواصري، ابي اشغل معدتي، ابي احرك، لازم جذعي كامل يتحرك وياي. راح امسك الكيتلبل سكري ويا بعض، ارفعهم من الارض، وبعدها راح اسوي تويست يمين يسار. راح نشوف الحركه بالطريقه هذه. خلصنا من التويست، راح تسوي 40 عده بوكس جمب اوفر. عندي البوكس، راح انقز فوق البوكس اروح الصوب الثاني، انقز فوق البوكس ارجع الصوب الثاني. لما انقز فوق البوكس لا ابي اروح بعيد عشان ما اخسر وقت، وما ابي انقز وامشي خطوتين ثلاث خطوات راح اضيع وقت وراح اضيع تعب وانا قاعد امشي، فابي انقز واكون قريب من البوكس. اذا البوكس عالي عندي اقدر انزل البوكس لتحت، راح يصير البوكس اسهل. اذا بصعد البوكس عالي، اذا عندي مثلا اوزان اقل اقدر اسوي اقل، المهم عندي اني انقز فوق البوكس واروح الصوب الثاني بدون ما اصعد فول اكستنشن، بس راح انقز واروح الصوب الثاني. راح تكون بالطريقه هذه.
خلصنا 40 عدة بوكس جمب أوفر، راح تسوي آخر شيء 20 بيربي العادية. بيربي راح أنزل جسمي كامل يحوش الأرض، أصعد جمب مع صفقة لفوق 20 عدة، راح تكون بالطريقة هذه. كذي نكون وصلنا نهاية التمرين. التمرين 3 جولات، تمرين اليوم طويل، فحاول بعد التمرين أشرب ماي وايد، كثر سوائل، أسوي استرتشات. مهم جدا أني أسوي اليوم الاسترتشات لأني استعملت عضلات كثيرة مثل عضلات ظهري، حوضي، عضلات الكور، فأبي أسوي لها استرتشات عشان جسمي ثاني يوم ما يكون شاد معي وايد. تابعونا في الحلقات القادمة، أشوفكم إن شاء الله على خير.